أيها الحفل الكريم، على بركة الله وتوفيقه أعلنت أول الانطلاقات، أول التحديات، الشوط الرئيسي الخاص بالبكار، الصعوبة مسافتنا هي 1200 متر، نسير مع هذه الانطلاقة، مع هذه التحديات، أسير مع البداية، مع الانطلاقة، هنا شايبة، من تتقدم؟ أحمد بن بطي بن حميد، الدرع بين المركز الثاني القادمة، الشاهينية، سالم بن معيوب سالم، الدرع والمركز الثالث هنا القدوم وتسلل ميزانه، من تتقدم؟ عبيد بن محمد بن حمد الدرعي، الله ارسل القادمه التماس، ناصر بن علي بالسعود الدرعي، لكن اعود عند البدايه، اعود عند الشاهينيه، سالم بن معيوب بسالم، الدرعي يقدم هذه الانطلاقه، انطلاقه شاهينيه والقادمه والمنطلقه، التماس ناصر بن علي بالسعودي، الدرعي من ياتي، انطلقت وزن عبيد بن محمد بن حمد الدرعي على المركز الثالث، الامتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، يا سلام يا شاهينية، سالم بن معيوب سالم الدرعي، ولكن حذاري، القادمة التماس، التماس بالسعودي يقدم التماس على المركز الأول، الله الله بدلت، وأيضا القادمة وزن الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، يا سلام يا التماس، ناصر بن علي بالسعودي الدرعي، القادمة وزن، وزن عبيد بن محمد بن حمد الدرعي، لكن خلاص التماس، التماس الشوط الرئيسي يسجل باسمي، التماس تهانينا ناصر بن علي بالسعودي الدرعي، المركز الثاني عبيد بن حمد بن حمد الدرعي، المركز الثالث الشاهيني سالم بن معيوب سالم الدرعي، التوقيت الزمني دقيقة 46 ثانية 90 جزءا من الثانية، تهانينا لمالك التماس صاحبة الشوط الرئيسي للصعوبة، تهاني ناصر بن علي بالسعودي الدرعي، أسعد الله مساك على هذه العروض التي قدمتها التماس مع الامتار الأخيرة وانتزعت الشوط الرئيسي للصعوب.